تمكن الجيش الأوكراني من تدمير مركبات عسكرية روسية في كييف، وذلك بفضل رسائل تلقاها من مستخدمين مدنيين على تطبيق تيليجرام للتراسل. وقال جهاز الأمن الأوكراني في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر إنه تمكن من استهداف القافلة العسكرية الروسية بشكل فعال قرب كييف بسبب الرسائل التي وصلت لحساب أوقف الحرب الروسية على تيليجرام.